تحياتي للجميع. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نشوف طريقة عمل المسن الجلدي. والمسن الجلدي يستخدم في شحذ السكاكين والأزاميل لأدوات النجارة. أخذت هذا الجلد الطبيعي من محلات تلميع الأحذية، عادة يجي من باكستان، وقطعته بالمقاسات المطلوبة. ومن ثم عملت له صنفرة بدرجة 220، طبعا صنفرة خفيفة علشان فقط أشيل نفس الشعيرات اللي تكون خارج الجلد عادة، ويكون سطح الجلد أكثر نعومة. ومن ثم باستخدام هذا الزيت، طبعا استخدمت زيت المينرال أويل اللي هو الزيت المعدني، بس ممكن تستخدم أي نوع من أنواع الزيوت. ممكن تستخدم زيت الزيتون إذا ما كان عندك هذا الزيت. ووظيفة الزيت إنه يطر الجلد ويمنعه من الجفاف. كبست القطعة مع بعض أو القطعتين هذه مع بعض على أساس إنه يكون السطح شوية فيه أكثر استواء، لأن كان فيهم نوعا ما تعرج. طبعا كنت واضع قطعتين مع بعض، بعدين قررت إني أخلي قطعة واحدة على أساس إنه يكون توزيع الضغط متساوي من كل الجهات، وخليتهم مدة 24 ساعة. من ثم أخذت المقاسات القطعة الجلدية وقطعت بلايوود 18 ملي على التيبل سو. في هذه الخطوة أردت أني أعمل تثبيت للقطعة على طاولة الـ MFT تيبل معي، ولكن هذه الخطوة غير ضرورية، فاستخدمت هذه العصا، وكانت سماكة العصا شوية أكبر من الفتحة في الطاولة، فقررت استخدم هذه الطريقة لأخذ سماكة بسيطة جدا من العصا. في طبعا عدة طرق، ممكن تستخدم السنفرة أو ممكن تستخدم الرندة، ولكن قلت نجرب هذه الطريقة وكانت النتيجة جدا ممتازة. وهنا قمت بتحديد منطقة الوسط من أجل تثبيت هذه العصا الدائرية، وهذا الهولدر جدا ممتاز بحيث أنك تقدر تختار قياس البت المناسب للحفرة. وعلى الدريل بريس عملت حفرة تقريبا إلى منتصف سماكة قطعة البلايوود. قمت تثبيته بغرى الخشب. وهنا عملت شوية تشميع للقطعة الخشبية. ولتثبيت الجلد على الخشب استخدمت غرى الخشب العادي، وهذه الأداة اللي أوزع فيها الغرى هي أداة السيليكون اللي تستخدم عادة في المطابخ لفرد العجين أو الزيت. أنصح فيها، سعرها جدا رخيص، مصنوعة من مادة السيليكون، معناته أن الغراء ما يجف فيها وما يثبت عليها بسهولة، ممكن تشيله. ثبتنا بعدين بالكلامبس وخليته مدة يوم كامل، وطبعا 4 ساعات تكفي، ولكن يوم كامل أنا خليته الاحتياط. وقطعت الزوائد من الأطراف، وبعدها رجعت بدرجة 600 صنفرت الجلد على أساس أنه يكون السطح شوية أكثر في نعومة. وعملت هذا الشمع على باقي السطح من أجل فقط الحماية. وآخر مرحلة رجعت وضعت الزيت، وفكرة الزيت هو الحفاظ على الجلد بدون ما يكون جاف. بالنسبة لهذه القطعة البيضاء، هي عبارة عن قطعة اسمها الـ Polishing Compound، والناس تسميها الصابونة، وطبعا فيها مكون السيليكا واللي هي المكون اللي موجود في الرمل. وظيفته يعمل Polishing وتلميع للستيل، و فردت على الجلد بشكل متساوي. هنا هذه الأداة اسمها البفر،
وطبعا هذه متوفرة أيضا في السوق وسعرها رخيص. الحين أنا الفكرة للسن الأزاميل إني أمر بمرحلتين، طبعا الكومباوند يجي لونه الأبيض وعادة يكون هو أكثر نعومة ويعطي أكثر بولشينج وتلميع، وفي اللي هو الأخضر اللي هو شوية يكون أقل وأكثر خشونة. طبعا زيت الظفر هذه بالزيت من أجل أيضا عدم الجفاف، وبعدها وضعت الكومباوند الأخضر. فبنمشي على مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هو الكومباوند الأخضر على البفر، وبعدها الكومباوند الأبيض للتلميع على المسن الجلدي. بس هذه الخطوة البفر ما خطوة مهمة، بس إذا أردت أنت نتيجة أفضل ممكن تتبع الخطوتين، بس عموما المسن الجلدي بنفسه يكفي. ولكن لازم تخلي نقطة في عين الاعتبار، وهي أنك تضع لمسة بسيطة، ويفضل أنك تحط قلم أو ملون على أساس أنك أنت تشوف المكان اللي شلته. آخر مرحلة اللي هي مرحلة المسن الجلدي أيضا تمر بضغط خفيف جدا، وتنتقل بين الجهتين، ونشوف النتيجة. ما شاء الله الزميل ريزر شارب، مرة نفس الموس يقطع الشعر بسهولة، وهذه أحد طرق اختبار الأزاميل. وهنا نجربه على الخشب اللي هو الاندجرين، نهايات الخشب، وهي تكون أقصى أنواع أو أقصى جهة في الخشب. ومثل ما تشوفوا النتيجة ما شاء الله الزميل جدا حاد. طبعا ملاحظة بسيطة، هذه آخر مرحلة بعد السن على الحجر المائي. فطبعا أول شيء تسن الزميل على الحجر المائي، تمر على الدرجات المختلفة، وآخر مرحلة اللي هو السن الجلد. هذا وشكرا لكم جميعا.